الشيخ مولود السريري أحد أهل العلم في المغرب الشخصية معروفة لأهل المغرب وعدد من بلدان العالم العربي والإسلامي له فتوى تذهب وتعود دائما عن بطلان صلاة من يمسح على الجوارب وبطلان حتى صلاة المأمومين الذين صلى وراءه إذا كان الإمام صلى بالناس وهو وقد مسح على جوربه لأسباب عديدة ذكرها ما مدى صحة مثل هذا القول وردود الافعال التي حدثت وتقييم مثل هذه الردود هذا ما نتحدث عنه بمشيئه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. فضيلة الشيخ يعني مولود السريري وهو احد اهل العلم من المغرب العربي الشقيق و له شهرته عند كثير من أهل العلم وطلبة العلم في المغرب وفي كثير من البلدان العربية والإسلامية تحدث في أكثر من مرة ويبدو لتبني هذا الرأي يناقش في كل مكان يذهب إليه فلذلك ستجد له عدة فيديوهات وعدة أراء ودائما ما يعيد في هذه المسألة لغرابة رأيه بالنسبة لمن يستمعون يعني هو يرى أن المسح على الجوارب هذه صلاة باطلة يعني لا يجوز لا شرعا ولأن الجوارب التي على في زماننا التي من الكتان أو التي من هذه الأقمشة أو غيرها بيسموها في المغرب أظن القشار أو حاجة لا هذه لا تصح عليها المسح لأنها لا ينطبق عليها الجوارب التي كانت في عهد الصحابة أو التي كانت في عهد النبوة التي مسحوا عليها وإن طبعا يرى بذلك أن الصلاة لا تكون صحيحة لأن المسح لا يكون صحيحا طبعا قضية المسح على الجوارب قضية مختلف فيها يعني المسح على الخفين تواتر فيه طبعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبعين من الصحابة كما ذكر العلماء وتختلف أراء الأئمة في الشروط التي على هذا الخف المسح على الجوارب مختلف فيه روي عن تسعة من الصحابة وروي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن سيدنا المغيرة بن شعبة أنه مسح على الجوربين والنعلين والحديث طبعا صحيح يعني هناك كثير من العلماء من يصحح ومنهم من يضعف لكن طبعا معظم العلماء على التصحيح إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجوربين هنا تاتي مشكله ان بعض الناس يريد ان يجعل المسح على الجوربين بمواصفات الجوارب التي على كانت على عهد النبوه وهنا الخطا الذي وقع فيه الشيخ مولود وفي بعض المشايخ الذين يقفون عند ظاهر مثل هذا النص يقول لك لا اصل هنا الحقيقه الشرعيه والحقيقه اللغويه والحقيقه العرفيه لا يعني ما يرجع الشيخ مولود الى تعريفات الفقهاء نفسهم اللي قالوا بهذا الرأي سيجد ان لا قالوا من الكتاب ارجع لكتب الفقه يعني ارجع للبناية في شرح الهداية للعين الحنفي وارجع لعدد من الفقهاء الكتب الفقه المعروفة التي شرحت الجورب ثم الجوارب هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جورب من الصوف أو من شكل معين بوصف معين معناه انه المسح لا يكون الا على هذا الجورب، من اين ناتي بهذا الكلام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف. ما اوصاف الخف التي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نوع الجلد، لا كان جلد نوع جلد طبيعي. الان لا يوجد جلد طبيعي الا نادرا وغالي جدا لا يتسع للناس. فالنهارده نحن نحكم على كل الناس الذين يمسحون على الجو على الخ... حتى على الخفاف. هذه ليست الخفاف التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. ابدا لانها كانت خفاف في شكل ومواصفات زمانه صلى الله عليه وسلم نفس الحاله ماذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم لبس النبي صلى الله عليه وسلم ما ناسب زمانه الصناعات والانسجه التي ناسبت هذا الزمان وطبعا عالم الصناعات وعالم الاقمشه عالم متطور ولا يمكن للشرع انه سيقف عند حد معين عند عند الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الشرع يعلم يقينا أن هذه الأمور أمور تتطور لا تقف أبدا عند حال من الأحوال الأطعمة الأشربة الأنسجة الألبسة كل هذه تتطور تطورا هائلا هائلا يعني هذه العمائم لم تكن بنفس هذه الخامات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقينا يعني في خامات أخرى اللباس الذي يلبسه الشيخ مولود السريري نفسه لم يكن على احد ان بهذا بهذا الوصف حتى الاجداد المغاربه اذا حتى لبسوا الشكل نفسه الهيئه لكن طبيعه خامه القماش نفسها تغيرت تغيرت مع هذا التطور الصناعي الان لم يعد هناك في زماننا هنا حرير طبيعي كله حرير صناعي طب ماذا سنصنع في هذا الحرير الصناعي لا ياخذ نفس الحكم هل يفتي الشيخ مولود بان الحرير الصناعي حرام؟ والله في هذه الحاله تكون مشكله لان معظم الفقهاء اجازوا لانه الحرير الصناعي ليس هو الحرير هذا الطبيعي الذي يخرج من دوده القز، هذا حرير صناعي وليس طبيعيا. الازمه هنا في فتوى الشيخ مولود في انه ابطل صلاه من مسح ومن مسح قلد رايا فقهيا يعني أخذ برأي فقهي روي عن أبي يوسف وروي عن عدد من الصحابة وعن عدد من السلف والتابعين فهو رأي فقهي يعني لماذا إذا حتى الشروط التي وضعها الفقهاء في الجوارب شروط ما أنزل الله من سلطان ليست عليها نص اجتهاد يؤجر عليه أصحابه من أخذ به جزا الله خيرا ومن لم يأخذ به أيضا جزا الله خيرا أنه يقلد رأيا فقهيا أو رأيا مذهبيا أخذ به لكن ابطال صلاه الناس مساله يعني تحتاج الى ان يراجع الشيخ نفسه في هذه المساله اني طبعا انا لست ضد العنف لست مع العنف اللفظ الذي يتم بين النقاشات الدائره لان هذه مساله فقهيه الاولى ان يحكمها الدليل والنقاش العلمي النزيه في اطار ادب الاختلاف والاحترام المتبادل حتى لو كنت مع خصم لك يعني في النهايه ما دام الراي لا يعني راي فقهي ناقش هذا الراي الفقهي فالحقيقة يعني أخالف تماما الشيخ مولود في هذا الرأي وفي هذا التوجه ثم إبطال لو الإمام صلى بالناس يعني رغم أن كان رأي الفقهاء على غير ذلك لما قال أحد الفقهاء أني الفأرة الذي صليت في كان فيه فأرة فقال إذا يعني تصح على ماذا بإخواننا الأحناف دون أدنى حرج وخلاص يعني إبطال صلوات الناس لماذا؟ يعني هذا الرأي الفقهي هذا الرأي الفقهي ألم يرد عن فقيه ألم ألا تسانده حتى عموم الأدلة وعموم التيسيرات التي في نعم تسنده قال به فقهاء معاصرون نعم قال به فقهاء معاصرون ليس جهلا فلو أن مثلا الشيخ جمال الدين القاسمي صلى إماما بالشيخ مولود السلام والله صارت الشيخ جمال الدين القاسمي باطلة ويرى ذلك الشيخ شاكر الله يرحمه الشيخ رشيد رضا عدد من العلماء المعاصرين او حتى القدامى لو ان ابو يوسف ابا يوسف مثلا الامام الفقيه الحنفي قال بهذا الراي هل في هذه الحاله والله لا هذه الصلاه باطله لان فتوى الشيخ مولود على عكس ذلك لا الحقيقه طبعا راي فيه تشدد اتمنى لو يراجع نفسه في هذه المساله لاني الانكار يكون في مسائل الإجماع وليس المسائل الخلافية المسائل المجمع عليها يكون فيها الإنكار ويكون فيها حتى إبطال صلوات الناس لو أن في الغرب أئمة الغرب قاموا وكثير منهم يفعل ذلك في هذا الصقيع مسح على الجورب وصلى بالناس طبعا بالمناسبة كثير من الإخوة الأتراك يقولون برأي الشيخ مولود أنه حتى في الغرب لو إمام تقدم ومسح على الجورب يسحبون على سجادة الصلاة رغم أن أبا حنيفة قبل وفاته أخذ بالرأي الذي قال بالمسح وأخبر تلامذته أنه عاد عن هذا الرأي أتمنى يعني أن يراجع الشيخ مولود رأيه في هذه المسألة وأن يعني النقاش يكون نقاش علمي يتسم بأدب الاختلاف بين الجميع دون إهانة لأحد ودون تجاوز في حق أحد نسأل الله عز وجل أن في ديننا اللهم أمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته